الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، مقرر المنهجية القانونية للدكتور محمد خير العكام والدكتور عمر تركاوي. يغطي هذا التسجيل الجزء الأول من الوحدة التعليمية السادسة بعنوان إخراج البحث العلمي ومناقشته من الصفحة 98 وحتى الصفحة 109، تقدمة مبادرة الضوء بصوت المتطوعة زينب شاهين. كتابة البحث العلمي أصعب مرحلة في مشوار الباحث، ذلك لأن الباحث يحتاج إلى التفكير مليا من أين يبدأ وكيف يستمر ويواصل. فإذا ما انتهى الباحث من قراءته واكتملت لديه المادة العلمية وشعر أن فكرة البحث قد اختمرت في ذهنه، كان عليه أن يبدأ مرحلة إخراج بحثه في ثوب جديد عن طريق كتابة البحث وصياغته في الصورة التي يستطيع بها أن يقدمه للجمهور وأهل الاختصاص. وإخراج البحث العلمي يبدأ بالكتابة اليدوية وينتهي بالطباعة الآلية تمهيدا لمناقشته والحكم عليه. وسنقوم بدراسة هذا الفصل من خلال تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء كما يلي: الأول كتابة البحث العلمي، الثاني طباعة البحث العلمي، الثالث مناقشة البحث والحكم عليه. كتابة البحث العلمي. تمر كتابة البحث العلمي بمرحلتين أساسيتين، الأولى هي الكتابة المبدئية والثانية هي الكتابة النهائية، ولكل من هاتين المرحلتين قواعد وأسس يجب على الباحث الالتزام بها. الكتابة المبدئية. قبل أن يشرع الباحث في الكتابة فإن عليه بعد مرحلة طويلة من التجميع أن يقف أمام ما جمعه من معلومات وبيانات لكي يقرأها بتأن وتمعن، يتحاور معها ويترك لعقله أن يتفاعل معها وينظر إليها من قريب ويدقق فيها ويمحصها ويعيد النظر فيها بتجرد وموضوعية. وبعد تلك القراءة المتأنية عليه أن يختار ما هو ذو قيمة وتأثير في البحث ويهمل ما هو دون ذلك. وليس من الفخر في شيء أن تصبح الرسائل بل يجب أن يركز الباحث على العمق والابتكار وليس على الجمع والحشد. فليس المهم في الرسالة كثرة الصفحات، بل المهم جودتها التي تبدو في الأصالة والإبداع وحسن العرض والبعد عن اللغو والجدال الذي لا فائدة منه. ويجب على الباحث أثناء الاستعداد للكتابة أن يضع أمامه خطة البحث المبدئية، وإذا كانت اللوائح الجامعية تضع قيودا على تعديل العنوان تعديلا جوهريا فإن ذلك لا يعني ثبات خطة البحث، فهذه الخطة تعتبر خطة مبدئية قابلة للتغيير والتعديل في أي وقت سواء من ناحية التقسيم أو من ناحية العناوين الفرعية. فالخطة المبدئية وضعها الباحث في بداية اختيار الموضوع وقت أن كانت المعلومات المتاحة لديه قليلة. أما وهو في هذه المرحلة ويتهيأ للكتابة فإن الأمر مختلف تماما، فالمعلومات والبيانات التي يحصل عليها الباحث في مرحلة التجميع الطويلة تتيح له نظرة أوسع وأعمق. لذلك فإنه في هذه المرحلة يجب أن يعيد النظر مرة أخرى في هذه الخطة على ضوء ما توافر من معلومات وبيانات، والخطة تبقى قابلة للتعديل حتى يوم طباعة البحث وإخراجه بصورته النهائية. فإذا ما فرغ الباحث من ذلك فإنه من الخير له أن يبدأ كتابة مبدئية لبحثه أو ما تسمى أحيانا بالمسودة أو المشروع الأول لكتابة البحث. وفي المسودة يلتزم الباحث بأن يضع أمامه البطاقات أو الملفات التي جمعها عن الباب الأول ويبدأ في قراءتها من بدايتها إلى نهايتها، ثم يحاول ترتيبها ترتيبا منطقيا بادئا بالفكرة التي سوف يستخدمها أولا ثم التي تليها. وينصح هنا أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة التي يكتب فيها وأن تترك مساحات كافية بين السطور وفي الحاشية حتى يتيسر إدخال ما عسى أن يستجد من إضافات أو إجراء ما يلزم من تصويب عند المراجعة. وفي هذه المرحلة كثيرا ما يغير الباحث ويبدل فيما يكتب، يشطب عبارة أو كلمة ليضع عبارة أو كلمة أدق منها، أو يجد أن هناك فكرة أولى بالتقديم على فكرة أخرى، أو يكتب رأيا ثم يبدو له أن يعدل عنه بعد أن أمعن النظر فيه. ويجب أن يعلم الباحث أن هذا كله ليس عيبا في البحث ولا في مقدرته، وإنما هي طبيعة البشر في سعيهم نحو الكمال دون إدراكه، فالكمال المطلق لله وحده، ولكن حسب الباحث أن يعطي كل جزئية حظا كافيا من العناية والتأمل والتفكير. ولما كانت الكتابة المبدئية أو المسودة مآلها أن تكون الصورة النهائية للبحث فإنه يلزم الباحث الاجتهاد حتى تكون تلك المسودة أقرب إلى صورة البحث النهائية. فإذا ما انتهى الباحث من كتابة المسودة فعليه أن يعيد قراءتها بتمعن، فيقف عند كل فكرة وكل رأي مضيفا ما يرد على ذهنه من أفكار وآراء تخدم موضوع البحث. وتثبت التجربة أن الفكرة عند بداية تحرير البحث لا يكون في ثراء مثل ما عليه حال
حاله بعد ذلك، فبعد أن يتعايش الباحث مع البحث مدة من الزمن وتحدث بينهما ألفة ويعيد قراءة ومراجعة ما كتبه، قد يشعر بقصور المعالجة ويقرر إعادة النظر فيما صدر. وعلى الباحث قبل أن ينهي مراجعة المسودة أن يسأل نفسه عدة أسئلة ويقوم بالتصحيح الكتابي لبحثه في ضوء الإجابة عليها. أولاً، هل تم تغطية كافة جوانب البحث الجوهرية والفرعية؟ ثانياً، هل الآراء والنظريات التي تم عرضها ما زالت لأصحابها ولم يعدلوا عنها؟ ثالثاً، هل عملية التوثيق وتنظيم الهوامش سليمة ودقيقة؟ رابعاً، هل ترتيب وتقسيم المادة العلمية على أبواب وفصول ومباحث البحث متناسق ومتوازن؟ خامساً، هل النتائج التي تم التوصل إليها تتفق والأهداف المخططة للبحث؟ سادساً، هل تم إثبات كافة المصادر والمراجع التي استعان بها الباحث في القائمة النهائية للمراجع؟ الكتابة النهائية: بعد أن ينتهي الباحث من مراجعة الكتابة المبدئية أو المسودة في شكلها الأخير، عليه أن يضع بحثه في صورته النهائية تمهيداً لطباعته. وفي هذه المرحلة يجب مراعاة نوعين من القواعد. أولاً، القواعد التنظيمية. القواعد التنظيمية تتعلق بالشكل أو المظهر الخارجي الذي تكون عليه هيئة البحث، وهي تدور حول ثلاثة أمور. الأمر الأول، شكل الصفحة، وهنا يجب مراعاة مجموعة من القواعد نبينها فيما يلي: 1- أن تبدأ كتابة الباب أو الفصل الجديد دون المبحث أو المطلب في صفحة جديدة، وذلك في أسفل ربعها الأعلى. 2- ضبط عنوان الباب أو الفصل والعنوان الفرعي، ويجب في العنوان أن يكون مختصراً ودالاً على المادة العلمية التي تعالج تحته. 3- وضع المادة العلمية وعرضها في صورة فقرات، كل فقرة تعالج فكرة أو رأياً على حدة، والفقرة هي مساحة كتابية تتكون من مجموعة جمل بينها اتصال فكري وموضوعي تشرح فكرة أو مسألة واحدة، ويجب أن تكون متوسطة في حجمها بحيث تتراوح بين 5 و10 أسطر. وحتى تتميز الفقرات عن بعضها يحسن أن يترك سطراً بعد كل فقرة، كما يحسن ابتداء كل فقرة بعد ترك مسافة 1 سنتيمتر بيضاء إلى الهامش المتروك على اليمين في الكتابة العربية وعلى اليسار في الكتابة بلغة أجنبية. الأمر الثاني، علامات الترقيم والشكل. علامات الترقيم يتوقف الفهم عليها أحياناً، وهي دائماً تعين مواقع الفصل والوصل وتنبه على المواضع التي ينبغي فيها تغيير النبرات الصوتية، وتسهل الفهم والإدراك عند سماع الكلام ملفوظاً أو قراءته مكتوباً. من أجل هذا تعتبر علامات الترقيم ضرورية في الكتابة الفنية في العصر الحديث، ومثل علامات الترقيم قواعد الإملاء، فيجب على الباحث أن يعرف هذه القواعد، ومن المعيب أن يوجد في الرسالة خطأ إملائي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكتابة باللغة العربية تحتاج إلى أمر آخر لا يقل أهمية عن علامات الترقيم، وهو الشكل. فكثيرا من الكلمات العربية تحتاج إلى الشكل لإزالة اللبس والغموض عنها وتيسير القراءة، وعلى الطالب أن يقرأ رسالته بعد كتابتها بصوت مرتفع ليتعرف على الكلمات التي سيتردد القارئ في نطقها نطقا صحيحا ليسارع إلى تشكيلها، وسيجد أن الفعل المبني للمجهول من أهم هذه الكلمات، وكذلك سيجد كلمات كثيرة يزيدها الشكل جلاء ووضوحا، مثل يكون، يكون، الكتاب، الكتاب، يعين، يعين إلى آخره. ولكن على الطالب ألا يبالغ في استعمال الشكل، فلا يشكل إلا ما يحتاج إلى إيضاح، ثم عليه أن يقتصر في شكل الكلمة على الحرف الذي سيجعل قراءتها أيسر، ولا يتعدى هذا الحرف إلى ما سواه. واستكمالا لما سبق، نستطيع أن نذكر علامة الترقيم التي يجب مراعاتها عند الكتابة المبدئية والنهائية على السواء. 1- النقطة المفردة، وتوضع في نهاية الجملة تامة المعنى المستوفية كل مكملاتها اللفظية، وكذلك توضع عند انتهاء الكلام وانقضائه، مثل الأيام دول. نقطة: من حاول قهر الحق قهر. نقطة. 2- النقطتان الرئيسيتان، وتوضعان في المواضع التالية بين الشيء وأقسامه وأنواعه، مثل يتألف جسم الإنسان من الأجزاء التالية. نقطتان: الرأس، العنق، إلى آخره، ومثل 2 لا يشبعان. نقطتان: طالب علم وطالب مال. بعد العناوين الفرعية التي توضع في أول السطر ويبدأ الحديث عنها في السطور التالية، وقد وردت أمثلة كثيرة لهذه العناوين في هذا الكتاب، بين لفظ القول وبين الكلام المقول، مثل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: نقطتان، إياك إياك أن تبتل بالماء، قبل الأمثلة التي توضح قاعدة كما ظهر بعد الكلمة، مثل في الأمثلة الواردة هنا.
3. النقاط الأفقية، وتستخدم عند الحذف من كلام مقتبس حرفياً وبما لا يتجاوز السطر، فتوضع 3 نقاط، وعند الحذف من كلام مقتبس حرفياً وبما يتجاوز السطر بوضع سطر كامل من النقاط الأفقية. 4. الفاصلة، وتوضع في المواضع التالية بعد لفظ المنادى، مثل يا أحمد فاصلة افتح النافذة، بين الجملتين المرتبطتين في المعنى والإعراب، مثل خير الكلام ما قل ودل فاصلة ولم يطل فيمل، بين الشرط والجزاء وبين القسم والجواب إذا طالت جملة الشرط أو القسم، مثل إذا كنت في مصر ولم تكن ساكنا على نيلها الجاري فاصلة فما أنت في مصر، بين المفردات المعطوفة إذا تعلق بها ما يطيل المسافة بينها فيجعلها شبيهة بالجملة في طولها، مثل ما خاب تاجر صادق فاصلة ولا تلميذ عامل بنصائح معلميه فاصلة ولا صانع مجيد لصنعته. 5. الفاصلة المنقوطة، وتستخدم للفصل بين جملتين، الثانية تعد سببا للأولى، مثل محمد من خير الطلاب في صفه فاصلة منقوطة لأنه حسن الصلة بأساتذته وزملائه فاصلة ويستذكر دروسه بجد واجتهاد. 6. علامة الاستفهام، وتوضع بعد الجملة الاستفهامية، مثل كم تبلغ مساحة سوريا؟ 7. علامة التعجب، وتوضع في نهاية الجملة التي فيها انفعالات كالدهشة، التعجب، الحزن، الأسف، الفرح إلى آخره، مثل يا للهول وأسفاه. 8. الشرطة الأفقية، ولها عدة مواضع بين الرقمين للدلالة على أنهما يشتملان ما بينهما، مثل 4 شرطة 10 عند ذكر الأمثلة بدل الأرقام كما نفعل في هذا الموضع، بين العدد والمعدود إذا كان في أول السطر، مثل أولا شرطة 3 شرطة، في أول السطر عند المحاورة بين اثنين إذا استغنى الكاتب عن تكرار اسميهما. 9. الشرطة المائلة، وتوضع قبل الأسماء وبعد الألقاب، مثل دكتور شرطة مائلة عبد الرزاق السنهوري. 10. الشرطتان الأفقيتان، وتوضع بين الجمل الاعتراضية، مثل إن بحث الماجستير شرطة خصوصا في الدراسات النظرية شرطة يكون بحثا تخصصيا معمقا. 11. علامة التتابع يساوي، توضع في نهاية الصفحة إشارة إلى أن هناك باق في الصفحة التالية وتستخدم في الهوامش. 12. الأقواس، وهي أنواع، القوسان المزدوجان الصغيران أو علامة التنصيص، ويستخدمان لحصر ما يقتبس حرفيا من الغير ولتمييز بعض الكلمات والمصطلحات ولحصر عناوين التقارير والمقالات. القوسان المفردان، ويستخدمان حول الأرقام في المتن وفي الهامش، كما يوضع بينهما عبارات التفسير والدعاء القصير، فالتفسير كشرح كلمة صعبة وردت في ثنايا الكلام، ومثال الدعاء أن تقول كان عمر بين قوسين رضي الله عنه مثال الخليفة العادل. القوسان المركنان، يضع الباحث بينهما التعليقات والإيضاحات التي يدخلها على النصوص المقتبسة حرفيا من الغير. الأمر الثالث، استعمال الأرقام والاختصارات. أولا استعمال الأرقام، وضع الباحثون نظاما لاستعمال الأرقام في الرسائل، وفحوى ذلك النظام أن الرقم الذي لا يحتاج الطالب في التعبير عنه إلى أكثر من 3 كلمات ينبغي أن يكتب بالكلمات، مثل 2000 130 163، فإن كان العدد يتركب من 4 أرقام فأكثر فتكتب أرقامه كما هي، مثل 1970 يكتب رقما، 1990 يكتب رقما، 1,611,820 يكتب رقما. ثانيا الاختصارات، جرى المؤلفون والكتاب على اختصار كلمات خاصة يكثر تكرارها في المؤلفات أو في الرسائل، وفي كل مادة من المواد كلمات أو جمل تتردد كثيرا، وقد جرى العرف على قبول اختصارها وعلى أن الرمز يؤدي مؤداها، ويجب على الباحث هنا أن يعد قائمة كاملة بتلك الاختصارات في مقدمة أو مؤخرة الرسالة موضحا فيها مفتاح ودلالة الاختصارات، أن يلتزم بنظام واحد للكلمة المختصرة على مدار الرسالة كلها حتى لا يضلل القارئ. ومن الاختصارات العربية نذكر هاء اختصار السنة الهجرية، قاف ميم قبل الميلاد، جيم جزء، طه طبعة، سين سنة، قاف قضائية، صاد صفحة. وفي المراجع الأجنبية يشار إلى الجزء اختصارا ب فول، وهي اختصار كلمة فوليوم، وإلى الصفحة ب بي، وهي اختصار كلمة page، وإلى الطبعة ب ed، وهي اختصار كلمة edition، وإلى منظمة الأمم المتحدة ب UN، وهي اختصار كلمة United Nations.
ثانياً، قواعد الصياغة والأسلوب. قد ينجح الكثير من الباحثين في القيام بإجراءات البحث من حصر المصادر والمراجع وجمع المادة العلمية وتدوينها، ولكن القليل منهم من يستطيع تقديم ونقل المحتوى العلمي لبحوثهم إلى القارئ، حيث يفتقدون إتقان فن استخدام التعبير والأسلوب التعبيري. ولما كانت العبرة ليست بتجميع المعلومات فقط، بل بكيفية عرضها وتقديمها، فإن الاهتمام بالأسلوب التعبيري يبدو على درجة كبيرة من الأهمية، لأنه الوعاء الذي نقدم على صفحته ثمرات الفكر والعقل. ويجب على الباحث أن يختار المفردات السهلة والعبارات البسيطة في كتاباته، فذلك أدعى لفهم القارئ وأولى لإيضاح المعنى. فالأسلوب السهل البسيط في الكتابة يحتاج من الباحث جهدا كبيرا، وإن أكثر الأساليب مشقة على الباحث هو السهل الممتنع، وهو أسلوب رشيق في عبارته، سهل في كلماته، تستعذبه الأفهام والعقول، ولكن يصعب عليها تقليده. ومن أعمدة هذا الأسلوب في البحث ما يلي: 1- بساطة جمله وسهولة كلمته، فكلما كانت الجملة قصيرة كانت أكثر بلاغة، والفقرة التي تقوم على مجموعة من الجمل يجب أن تحتضن فكرة واحدة توضح جوانبها في انسجام وتوافق دون تناقض أو تعارض. 2- البعد عن الكلمات والألفاظ غير المألوفة وغير المطروقة في محيط عمل الباحث، واختيار الكلمات المتداولة والمعروفة أقرب إلى الفهم والاستيعاب من قبل القارئ. 3- إن السلامة النحوية والإملائية ركن مهم من أركان البحث، لذلك يجب على الباحث أن يراجع قواعد اللغة باستمرار ويطبقها دائما حتى لا ينساها. وإذا كان بعض الباحثين يرجع إلى متخصصين لمراجعة البحث لغويا، فإن ذلك لا يعني الاستكانة إلى هذا الأمر دائما، بل يجب أن يتعلم القواعد الأساسية التي يستخدمها عند الكتابة حتى يجيء بحثه دقيقا وسليما من الناحية اللغوية والإملائية. 4- من الأفضل للباحث الابتعاد عن أسلوب القطع والجزم، خصوصا في الدراسات القانونية، لأن الدراسات القانونية تعد ضمن طائفة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ولا يجوز القطع والجزم فيها. 5- الحفاظ على التسلسل والانسياب المنطقي والتماسك بين الأفكار، فتلك الأخيرة يجب أن تنتقل من بحث العلاقات والظواهر إلى معرفة الأسباب، ثم إلى ترتيب النتائج، بحيث تكون كل فكرة امتدادا لما قبلها وتمهيدا لما بعدها. وعلى الباحث بعد تبييض بحثه أن يعاود قراءته وتنميقه، ويفصل بين كونه كاتبا للبحث وقارئا له، حتى يستطيع تبين الأخطاء ومواطن القصور، سواء ما تعلق منها الأفكار والمعلومات أو باللغة والأسلوب أو بالمظهر والتنسيق. تمارين: من مواضع استخدام الفاصلة في البحث: 1- بين الشيء وأقسامه. 2- قبل الأمثلة التي توضح قاعدة. 3- للفصل بين جملتين، الثانية تعد سببا للأولى. 4- بين الجملتين المرتبطتين في المعنى والإعراب. الإجابة الصحيحة هي رقم 4، نهاية الجزء الأول من الوحدة التعليمية 6 ونهاية التسجيل.